مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير وبركه ومسرات. ارحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب مع انطلاقه الشوط الرابع الخاصه بفئه القعدان اللقايه المهجنات الاصايل، مسافة الخمسة كيلومترات الحاضرة معنا هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مع عقاب لسيد خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، من يقدم لنا انطلاقة عقاب على المركز الأول. المركز الثاني الوصول من مشكور سهيل بن محمد الحطم العامري، من بدأ يتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يتقدم بهذا الأداء المميز. بينما المركز الثالث الحضور والانطلاق مع الفارس جاسم بن محمد بن صالح المخيبي هو القادم والمنطلق على ثالث التحديات. بينما المركز الرابع الحضور والانطلاق مع الفارس مصبح بن خميس بن خلفان الشامسي، من يصل ويتقدم في هذه اللحظات على مستوى خامس التحديات. والمركز السادس الناهض محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري، وسابع الانطلاقات هنالك من الجانب الأيمن يحضر المارد سيد عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، والمركز الثامن الوصول والانطلاق مع مشوش محمد بن خميس بن عبيد الرميثي، من يقدم لنا مشوش. بينما المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام الحضور والانطلاق مع ملبي السعيد بن احمد بن محمد بالكيلة العامري، والمركز العاشر نختم به النداء القادم في هذه اللحظات الفارس مصبح بن خميس بن خلفان الشامسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام هي النتيجة للعشرة المراكز الاولى في ندائنا الاول لهذه الاسماء وهذه الشعارات المميزة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى، ولمن ناموس هذا الشوط. هنالك عقاب من يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات، يسيطر على مجريات وتحديات الشوط خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، من يقدم لنا عقاب على المركز الأول. المركز الثاني الوصول هنالك والانطلاق على ثاني التحديات مشكور سهيل بن محمد الحطم العامري، من يقدم لنا مشكور من يحضر بهذا الأداء المميز. المركز الثالث القدوم مع الناهض محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري، من يقدم لنا الناهض من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع الفارس جاسم بن محمد بن صالح المخيبي، من يقدم لنا الفارس في هذه اللحظات. ايضا القادم شوش محمد بن خميس بن عبيد الرميثي، من يقدم لنا انطلاقة مشوش من يحضر على المركز السادس وسابع التحديات. شاهين مبارك بالعيينة بن محمد بن نشيره العامري هو القادم في هذه اللحظات، وأول نداء لهذا الاسم ولهذا الشعار المميز. ايضا نتابع بدورنا الواضح السيد علي بن مسلم بن سالم المنصوري، من يقدم لنا انطلاقة الواضح. دهام هو القادم، مطر بن غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري، من يقدم لنا انطلاقة شعاره في هذه اللحظات. اكتفي بهذا القدر، اكتفي بهذه الاسماء. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى. عقاب عقاب خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، من يقدم لنا عقاب على المركز الأول. ولكن مشوش محمد بن خميس بن عبيد الرميثي، من يقدم لنا مشوش من يحضر على المركز الثاني. المركز الثالث الفارس جاسم بن محمد بن صالح المخيبي،
من يتقدم بهذا الأداء المميز، ولكن القدوم والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات، التواجد هنا والحضور مع القرم محمد الحزمي بن قناص العامري، من يقدم لنا القرم وانطلاقته المميزة، يتسلل إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مع القرم محمد الحزمي بن قناص العامري، وهنالك أيضا متواجد إعقاب على المركز الثاني، ولكن القرم يغادر بناموسي هذا الشوط. جولة التحديات، جولة الأوامر، ال 400 متر الأخيرة والخطيرة، والقرم على الصدارة، القرم على المقدمة، محمد الحزمي بن قناص العامري من يسير بخطى واثقة على مقدمة هذا الشوط بشعار بن قناص، بدأ يباعد المسافة ما بينه وما بين بقية المشاركين. تهانينا والناموس نزف ومن هذه اللحظات لمالك القرم محمد الحزمي بن قناص العامري على فوز القرم بالمركز الأول بدون أي منافس ولا منازع. تهانينا والناموس لحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني وصل عقاب خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. المركز الثالث الواضح لسيد علي بن مسلم بن سالم المنصوري. والمركز الرابع دهام مطلب الغانم بن مسفر المنصوري. وخامس التحديات مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من وصل على المركز الخامس النداوي طالب بن عبد الله بن خميس الشامسي. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام 7:26 وجزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك القرم محمد الحزمي بن قناص العامري. بينما المركز الثاني 7:30 وثلاثة أرزاء من الثانية، من حضر على المركز الثاني عقاب للسيد خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. المركز الثالث 7:30 وثلاثة أرزاء من الثانية حضر على المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. الواضح علي بن مسلم بن سالم المنصوري. تهانينا والناموس.